وبارك لنادي الأهلي وجمهوره بالوطن العربي بقناة نادي الأهلي الجديدة. مبروك وإن شاء الله دائما بالتقدم بالنجاح. محمد غدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. أحب أبارك للنادي الأهلي وكل منسوبي النادي الأهلي جماهير وإدارة القناة الجديدة، وأتمنى لكم يا رب تكون باب خير لكم ومن كده وأحسن إن شاء الله. أخوكم ومحبكم اللاعب سعد الحارثي. تحية لكل الجماهير المصرية وخصوصا جماهير نادي الأهلي الكبير. أهنيكم انطلاق قناة نادي الأهلي، أتمنى لكم التوفيق والنجاح دائم إن شاء الله، وأكيد راح أكون من المنتخبين. أخوكم نشأة أطلاع منتخب العربي السعودي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للشعب المصري وكل عام وأنتم بألف خير. تحية خالصة وخاصة لنادي الأهلي المصري نادي القرن، وتحية كذلك خالصة لجميع الفنيين والإداريين والمسيرين وكل من ساهم من قريب أو من بعيد أو ضحى بالكثير والقليل من أجل تأسيس هذا الفريق العملاق. نادي الأهلي فهو مفخرة للعرب بصفة عامة، وكذلك مفخرة كبيرة لمصر الحبيبة والشقيقة. مزيدا من التوفيق، مزيدا من الألقاب، كما لا تفوتني الفرصة. أريد أن أهنئ نادي الأهلي المصري بمولوده الجديد، القناة الرياضية الجديدة. مزيدا من التوفيق، ونريد إن شاء الله مستقبلا أن تحظى بثقة الجماهير الأهلاوية وأن تعطي إضافة جديدة وحيوية كبيرة لكرة القدم بصفة عامة العربية والمصرية بصفة خاصة. مزيدا من التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.